المغتربين السودانيين. ايوه المغتربين السودانيين ديل انا في ورقه قدمتها في المؤتمر السادس للمؤتمر العام السادس للمغتربين، وتكلمنا فيها على موضوع اقتصاديات الهجره وكيفيه عمل انتجريشن لهذا للاقتصاد المهاجر في الاقتصاد الكلي للبلد. انتجريشن يعني دمج للاقتصاد الاقتصاديات الهجره في الاقتصاد الكلي للبلد. وقلنا لهم يا جماعه بعلاقه مصلحه يرعاها الطرفان المغترب والدولة، ما تقول لي وطنية ومش اوكي. الوطنية موجودة، الوطنية في انه انا وانت نرعى الشراكة دي الوطنية، مش تطلب من المغترب تقول له جني حمدوك والقومل السودان لا 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 لا. علاقة مصلحة كما يحصل في كل الدنيا. نحن للأسف الشديد الدولة الوحيدة اللي دائما قاعدين نعامل المغتربين مع انهم كتلة ضخمة تصل الى حتى سياسيا يا أستاذ ويس سياسيا المغتربين ديل لما يكون عندهم صناديق للاقتراع ديل أكبر من أكبر دائرة انتخابية في البلد. لماذا لا تهتم بهم يا أخي؟ كل الحكومات للأسف الشديد، حكومة البشير عرضنا عليها الكلام ده وكذلك هؤلاء الناس الآن لو وحاجات ما بتخسر فيها الدولة حاجة أبدا، هي حزمة حوافز تعطى لهؤلاء المغتربين. المغتربين بالمناسبة اقترعوا حتى قيام بنك المغترب أو بنك المغتربين لاستعادة الثقة في النظام البنكي السوداني حتى يحول هؤلاء المغتربين تحويلاتهم ده غير استثماراتهم. بالمناسبة تحويلات المغتربين إذا 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 عادت قضية البنوك المراسلة وعادت مسألة الثقة في النظام البنكي في السودان، تحويلات المغتربين في الحد المتوسط ممكن تبلغ 10 مليار دولار. تعرف 10 مليار دولار تساوي كم؟ 10 مليار دولار تساوي صادرات الذهب والثروة الحيوانية مجتمعة. دكتور دقيقة بس، 10 مليار دولار ده رقم ضخم جدا جدا جدا. احنا يعني سابقا الناس تداولت تصريحات لوجدي صالح وبيتكلم عن 10 مليار دولار و13 مليار دولار، بعدين لما اتخذت في موضوع المسؤوليه قال الكلام ده انا ما قصدته وانما قصدته اذا يعني كده. فاحنا عشان ال10 مليار دولار هل هذه حقيقيه؟ يمكن ان تكون تحويلات مغتربين 10 مليار دولار؟ يمكن ان تصل تحويلات المغتربين الى 10 تحويلات المغتربين هي ما تحويل والله عشان هاكم ادفعوا الايجار ولا ادفعوا البتاع وبس. المغترب شنو غير كده يعني؟ اصلا المغترب بيرسل الحاجات لاهله او بيشتري مثلا عقار ولا كده يعني. لا ليه؟ والمغترب خدت قروشه هناك ليش؟ شنو المغترب ده لو عرف انه ماله في السودان محفوظ بل بيربو ويستطيع يستثمر يعني او يستطيع دكتور تتكلم عن اصلاح النظام المصرفي كله وبالتالي، لكن لو عمل كده المغترب ذاته ما حيرجع. لا المغترب الهجره ما حتبقى في تحويلات يعني. لا لا حتبقى في تحويلات. بالمناسبه الهجره لم تعد ظاهره يتعامل معها المجتمع او الدوله تعامل عفوي هكذا داري يطلع. الهجره بالمناسبه بقت واحده من التخطيط الاستراتيجي للدول، تنظم كبار الدول بتعلن كل سنه لوتري ولا بتعمل لها حاجه كده تطلب لمهاجرين. لا مش كده وبس، بل الدول بالمناسبه يعني مثلا احنا في السودان واحده من مشاكلنا الضخمه الفلبينيين مثلا اخي. الفلبينيين عرفوا مثلا بانهم دوميننت في ماسكين القطاع الصحي مثلا. شنو دوميننت يعني؟ عندهم الاغلبيه في الأغلبية. في, في, في 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 القطاع الصحي مثلا. اهتموا باعداد الممرض واعداد الطبيب واعداد الفني الطبي في 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 الفلبين، اعداد ضخم جدا ينافس في سوق العمل اي شخص ينافس الامريكي. هل تعرف انه الفلبينيين في امريكا؟ نحن مثلا عندنا لحد ما وصلوا عندنا في الخرطوم، كان في الخرطوم في فلبينيين شغالين في المستشفيات. بالضبط في المستشفيات، انا رايتهم بام عيني، بل واحد منهم طببني انا في 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 مستشفى في مستشفى ايش يسموه في رويال كير ولا رويال كير في رويال كير. شفت كيف اخي؟ نحن مثلا في السودان نحن كان عندنا مثلا وظيفة المحاسب كانت معروفة بالذات في دول الخليج، كانت يمكن لعلها أن المحاسب السوداني زول أمين تماما، كانت تقريبا مغلقة على السودانيين. خلينا أقول الأغلبية، فكان ممكن للدولة أنها بالضبط تكون مصدرة لهذا النوع من الموظفين. تماما الجانب المالي كله حتى الإدارة المالية غير المحاسب الفاينانشال مانجمنت الإدارة المالية غيره كان يمكن لو كان في ناس بيخططوا استراتيجيا كان يمكن لهؤلاء أن يعدوا لسوق العمل. دكتور المشكلة في التخطيط ولا مشكلة في التطبيق؟ في كله، المشكلة في كله، المشكلة في التخطيط والتطبيق. حتى أحيانا لما يرفع لهم الناس دي مشكلة الحكومات، حتى لما يرفع لهم الناس بعض المبادرات المكتوبة للأسف الشديد ما تعرف
لماذا ينظر إليها دائما السياسيون في إنها والله خدمة أنت عايز تقدمها؟ يعني أنت حتكر عينه ما بتشوف إنه والله دي خدمة تمورو حتدخل للبلد مدخولات ضخمة جدا، لأنك أنت حتنظم الهجرة في قطاعات محددة أنت حتستفيد منها فائدة ضخمة جدا كدولة، هذا بالقطع. لكن للأسف الشديد الآن المحاسب السوداني يمشي يقف في الصف، المحاسبين الآخرين يطلعوا الواحد فيهم يطلع له أقلها ثلاثة شهادات دولية في 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 في, في مجاله. ها السوداني ما يجيب البكالوريوس ولا حتى بالماستر ديجري ما بتصلح لأنها لسه معتمدة على أنظمة قديمة، طبعا معتمدة على أنظمة قديمة، معتمدة على يسألوه يقول له تعرف بيشتري ما شافه ولا سمع بها.